وكل نشاط لازم له يد عامله مؤهله، يعني توفير اليد العامله المؤهله، الشيء هذاك اللي حنشتغل عليه على مستوى بعض المؤسسات التكوينيه المتوفره على مستوى ولايه وهران. ان شاء الله راح نرافق المجهود هذا وراح نبذل كل مجهودنا باش منا الى نهايه سنه 2023 لما يبدا الانتاج تكون يعني هناك يد عامله يعني مؤهله وطنيه اللي تسمح بالانطلاق الاشغال، ومن بعد ذلك يعني تبدا فيها يعني اشغال اخرى او نشاطات اخرى، وهو التكوين التكميلي والتكوين يعني المتواصل لفائده هؤلاء العمال، ولما لا بعد ذلك يعني يصبح هذه المؤسسه او المؤسسه بيجو او فيات يعني تستقبل متربصين اثناء يعني فتره التربص التطبيقي او حتى المتمهنين يعني باش في مسارهم المهني، وهذا هو يعني الفائده المتبادله بطبيعه الحال بين القطاع وبين المتعاملين الاقتصاديين.